من عن شنو تملك الدولة، كل شيء، كل المقومات تملكها. نحتاج القرار، لا نحتاج إلى قناعة حكومية. أيه؟ وحمد خلينا نكون واقعيين، الحكومة دائما تأتي أو الرياضة تأتي في آخر سلم أوليات أوليات الحكومة في كل خطة تنمية الرياضة تسقط من اهتمام الحكومة. أيه؟ تأتي في آخر سلم، حتى في حالة يكون هناك عجز مالي في أي وزارة يدورون وين الرياضة، أخذوا من الميزانية الرياضة. فبالتالي إذا 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 لم تكن الرياضة ضمن خطة التنمية في الدولة أو برنامج عمل الحكومة، برنامج الحكومة مثل ما صار بالسعودية، السعودية الآن أصبحت الرياضة ضمن خطة التنمية، في قطر ضمن خطة التنمية، وهذا النهضة اللي نشوفها الآن لوجود يعني عندنا هيئة الاستثمار، هيئة الاستثمار هذه تضخ ملايين بالمليارات، يجب أن يكون لها مساهمة في تطوير الرياضة، في دعم الرياضة. صحيح. فهذا دور الحكومة، لأن هذا جهة حكومية، إذا الحكومة تبي رياضة يجب أن تدعم بشكل كامل. وهل أنت متفائل ببدر أن يعني بعد كل هذه السنوات وهذه السنوات العجاف وهذه الإخفاقات، هل الحكومة الآن لديها رؤية في النهوض في الرياضة؟ والله أبو حمد شوف، هل أنت متفائل؟ أنا شوف أنا شوف لازم إحنا كنا كم سنة وإحنا نقول أقول بقى لازم نتفائل. أنا أقصد أن بوجود حقيقي، أنا متفائل بوجود الوزير الشاب الأخ عبد الرحمن المطيري، وهذا ليس مجاملة له، لكن نحس أن هناك شخص يبي يسوي شيء، وهناك تحرك، لكن يحتاج إلى تعاون، ما يحتاج أحد يعرق طموحاته ولتطوير الرياضة وكذا. وأيضا يجب أن يستعين بالخبرات الرياضية الكويتية اللي تقول له الحقيقة، تقول له حقيقة الوضع الرياضي، ما تقول له، ما تجمل الوضع الصورة. الرياضي طبعا. فلذلك هو يحمل هذا الهم، وأنا متفائل في يعني بنسبة 50% في أن، لكن أيضا نتمنى هذا يكون 50% يعني نص نص. ليش الخمسين الثانية؟ خمسين الثانية نخاف أنه ما يرجع للوزارة، وبالتالي نبتدي من جديد. يرجع بدر إن شاء الله، يرجع نبتدي من جديد ونضع استراتيجية جديدة وهكذا. ضيع عبد الله أبو حمد، إحنا الحقيقة يعني عشان مو كل شيء يعني نقوله على عوانه. اليوم الحكومة علشان تقوم في هذا المشروع، هذه المشاريع يعني تحتاج مبالغ طائلة يعني. صحيح. فهذه تحتاج قرار سياسي، احنا محتاجين مسؤول يقنع القيادة السياسية في 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 في, في هذا الأمر بالذات. صحيح. تحديدا وقضية البرنامج عمل الحكومة، ترى كل سنة قاعد ببدر يحطون، لكن للأسف كانت كأنها حشو. اليوم إذا فعلا مسؤولين، وأنا أتكلم تحديدا حتى لسمو الرئيس، يعني أروح على سمو الرئيس ووزير الشباب ايضا هم هذا دوره، يعني روحوا للقياده السياسيه خلوا يتبنون هذا الموضوع، ما راح يقصرون قادتنا، والله ما راح يقصرون اذا كان في مشروع متكامل واضح محدد. ما راح يقصرون. وفوق هذا كله احنا ليش نقول هذا الكلام؟ ليش نقوله؟ نقوله لسببين، لتردي اوضاعنا الرياضيه، والامر الاخر لقناعتنا التامه ان احنا نملك كل الامكانيات. صحيح. مع تقديرنا احترامنا لاخواننا في دول الخليج، احنا نملك هذه الامكانيات. وعبد الله